بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الحشرات وتلقيح النبات. نرى في هذه الصورة نحلة قمست جسدها في قبار الطلع الخاص بأحد الزهور. قد زودها الله بشعيرات على جسدها وأرجلها بحيث تعلق فيها أكبر كمية من قبار الطلع الحبوب التلقيح. طبعا عندما تنتقل إلى زهرة ثانية تقوم بوضع هذه الحبوب مما يسهل عملية تلقيح النبات. فانظروا معي إلى هذه التقنية في خلق الله. من الذي زود هذه النحلة بشعيرات خاصة؟ من الذي هداها لتسلك هذا الطريق من زهراء من في الزهور؟ هل هي الطبيعة أم خالق الطبيعة عز وجل؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سورة الأعلى من 1 إلى 3. والله أعلم.